شهداء وجرحى جراء تواصل القصف الوحشي الإسرائيلي على غزة وأبو الغيط يطالب في رسالة بلينكين وبوريل بالتدخل بقوة لإنقاذ أونروا من مخاطر تقويض عملها بفلسطين. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار إسرائيلي لسكان المنطقة بالإخلاء. بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض ويتعهد بانتقال سلس للسلطة. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل للأخبار، إلى تفاصيلها بعد الفاصل. أهلا بكم. وجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رسالتين لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيف بوريل. تناولت القانون الذي أصدره الكنيست مؤخرا حول حظر نشاط أونروا، وتضمنت الرسالة تحذيرا مفصلا من مخاطر تقويض عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية. كما أشار أبو الغيط في رسالته إلى أن القوانين الجديدة التي تبنتها دولة الاحتلال تهدد بانهيار كامل لمنظومة الاستجابة الإنسانية في غزة في وقت يعيش فيه السكان على حافة المجاعة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما سقط 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي رضوان غرب مدينة غزة، بينما استشهد مواطن في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في جباليا شمال القطاع. كما شن جيش الاحتلال غارات استهدفت منطقة تل الزعتر شمال القطاع، كما تعرضت المنطقة الواقعة شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع لقصف مدفعي عنيف. دعا فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا دول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي الذي يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية بدءا من أواخر يناير المقبل. إننا نشهد أحلك لحظة في تاريخ الوكالة منذ 75 عاما. أعتقد أنكم على دراية تامة بالهجوم الذي تعرضت له الوكالة. الهجوم على الموظفين حتى اليوم قتل 243 موظفا بالإضافة إلى الهجوم على المباني، ولكن بالإضافة إلى ذلك كانت هناك حملة مكثفة وعدوانية من التضليل من إحدى العواصم لنزع الشرعية عن الوكالة، وكان آخر التطورات اعتماد مشروع قانون الكنيست. الأونروا ضحية لهذه الحرب، دعونا لا نخطئ. إن نية تقويض الوكالة ذات دوافع سياسية ولا علاقة للأونروا بانتهاكات الحياد. إن انتهاك الحياد يتم التعامل معه بجدية من قبل الوكالة، وأنا أقر بأننا لا نعمل في بيئة خالية من المخاطر، لكننا نعمل في بيئة خالية من التسامح. في ظل تحذيرات أممية ودولية متصاعدة، ما زالت إسرائيل تمضي في انتهاك كل المواثيق والأعراف الإنسانية في قطاع غزة، حيث حضر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تقويض عمل المنظمة في غزة، قائلا إن جيلا كاملا من الفلسطينيين في غزة سيحرم من الحق في التعليم إذا انهارت الوكالة في القطاع. جاء ذلك بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل،
من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في أواخر شهر يناير المقبل. وقد دعا لازارين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي، محذرا من أنه في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في كافة أنحاء غزة. مجلس الأمن الدولي بدوره أبدى دعمه لأونروا وحذر بشدة من أي محاولات لتفكيكها أو تقليصها، كما وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرا لإسرائيل قائلا إن استبدال الأونروا في غزة والضفة الغربية سيكون مسؤوليتها كقوة احتلال. حتى الولايات المتحدة حليفة إسرائيل وصفت دور الأونروا في غزة بأنه لا غنى عنه، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إنه من المهم للغاية أن توقف إسرائيل تنفيذ هذا التشريع. وكان جيش الاحتلال قد ادعى أن موظفين من الأونروا قد شاركوا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي الذي أعقبه شن الحرب على غزة. وكالة الأونروا تأسست في عام 1949 عقب الحرب التي اندلعت لإعلان قيام دولة إسرائيل، وتقدم الوكالة مساعدات عديدة من بينها الرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. في ظل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني النازحون من صعوبة الحصول على الطعام بالقدر الذي يبقيهم على قيد الحياة. الفقد مر والموت مر، وكل ما يسلب الحياة والإنسانية مر. إجرام إسرائيلي متواصل لقطاع غزة، حيث قال نازحون في مدينة دير البلح وسط القطاع إن المساعدات نادرة وينتظرون في طوابير لساعات من أجل الحصول على لقيمات تساعدهم من أجل البقاء أحياء فقط. كنازح غزاوي بعاني معاناة ما بيعلم فيها إلا الله، لأنه عندنا كابونات طبعا معدومة، ما في كابونات، وعندنا غلاء معيشي بصورة مش طبيعية. يعني أنا كلاجئ فلسطيني، أنا عندي بنات تنتين شلل دماغي، على أساس أنا أروح لأي مؤسسة إن تعطيني المساعدات اللي بيجن، بقول لي حتى الآن ما أجناش مساعدات. هذا وحذر خبراء الأمن الغذائي ومنظمات حقوق الإنسان من أن المجاعة ربما تكون جارية بالفعل في منطقة شمال غزة المتضررة بشدة. الوضع من سيء لأسوأ، كارث الوضع، وأمريكا من بداية الحرب لحتى الآن وهي متماهية جدا مع الموقف الإسرائيلي، قادر أمريكا تضغط على إسرائيل وتزيد من كمية المساعدات، إنما أمريكا ما بدهاش تضغط. وعلى الرغم من سماح جيش الاحتلال بتسليم المساعدات إلى شمال غزة الذي انقطعت عنه المساعدات الغذائية لأكثر من شهر بسبب الحصار، إلا أن الأمم المتحدة لا تستطيع تسليم معظمها بسبب الاضطرابات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال ميدانيا. المساعدات تدخل مش كفاية نهائيا. الأسعار عندنا نار والإشي غالي، ما بنقدرش نشتري ولا أي حاجة من الأسعار في السوق. يعني احنا بنيجي بنتفرج وبنمشي، بس يعني الاشي مش طبيعي. الناس اللي كان معها مصاري محاش، ما بالك اللي محاش من الاساس، كيف بدها تعيش؟ مش عارفة. اما في الجنوب فحدث ولا حرج، حيث تقبع مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات على جانب غزة من الحدود، ولا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليها بسبب التهديد بالفوضى والسرقة والقيود العسكرية الإسرائيلية. أغارت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء. جاء ذلك بعد تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس بعدم تخفيف وتيرة الحرب على حزب الله اللبناني لحين تهيئة الظروف لإعادة سكان مستوطنات شمال إسرائيل إلى مساكنهم.
غارات مستمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية في بيروت. الضاحية الجنوبية تعرضت لموجات من الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة، فيما قتل 8 أشخاص على الأقل في غارة أخرى استهدفت منطقة عرمون الواقعة جنوب بيروت وفق وزارة الصحة اللبنانية. الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية كانت عنيفة وأحدثت دمارا هائلا في المباني بحسب شهود. وفي وقت سابق أنذر جيش الاحتلال سكان عدة مبان في منطقة الغبير وحارة حريك في الضاحية الجنوبية بالإخلاء بزعم تواجدهم قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله. وأغار طيران الاحتلال على بلدة مجدلزون ومنزل في بلدة درقان للنهر، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والمباني المحيطة، كما أغار على منزل في بلدة القليلة. الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على منزل في بلدة طير حرفة تزامنت مع قصف مدفعي لبلدتي زبقين وياطر وتحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء مدينة صور جنوب لبنان. الصحة اللبنانية أفادت كذلك بأن 3365 شخصا استشهدوا في لبنان خلال عام بسبب العدوان الإسرائيلي، وأصيب 14344 آخرين، كما نزح 1,100,000 لبناني جراء العدوان الإسرائيلي. أعلن حزب الله استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية لأول مرة مرتين بالأمس بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، كذلك استهداف 3 قواعد وشركة صناعات عسكرية ومقر كتيبة شمالي ووسط إسرائيل. وقال إنه قصف بالصواريخ مستوطنتين و8 تجمعات لجنود في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، وأجبر مسيرتين إسرائيليتين على مغادرة الأجواء اللبنانية. بخطط عسكرية متطورة أظهرت تصاعدا في المواجهة الميدانية لحزب الله ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني، أعلن الحزب أنه استهدف للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة وغرفة إدارة الحرب. وفي بيان رسمي أعلن حزب الله أن قواته تمكنت للمرة الأولى من شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية على قاعدة الكرية في مدينة تل أبيب، فضلا عن استهدافه قاعدة لوجستية للفرقة 146 لجيش الاحتلال شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهاريا، وكذا مقر قيادة كتيبة رميم في ثكنة تونين بصلية صاروخية محققة أهدافها بدقة. وفي بيان لاحق أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الثانية أمس قاعدة الكرية حيث مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان الإسرائيليتين في مدينة تل أبيب بصواريخ باليستية من نوع قادر 2 أصابت أهدافها بدقة أيضا. وللمرة الأولى منذ تصعيد النزاع بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الحزب في بيان استهداف شركة صناعات الأسلحة العسكرية AWA في رمات هاشارون في ضواحي مدينة تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية. وفي تطور ميداني آخر أعلن حزب الله نجاح قوات المقاومة من استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقواعده ومقراته العسكرية في مستوطنة سعسع، كما استهدفت تجمعا لقوات جيش الاحتلال جنوبية مستوطنة المنارة في وادي بارون بصلية صاروخية محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. كذلك أعلن حزب الله نجاح قوات المقاومة في وحدة الدفاع الجوي من التصدي لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هورموس 900 في أجواء القطاع الأوسط بصاروخ أرض جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية. وفي إطار التحذير المستمر الذي وجهه حزب الله لعدد من مستوطنات الشمال، استهدف جنود المقاومة في الحزب مستوطنة كفار فراديم ومستوطنة كتسرين بصلية صاروخية. ميدانيا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 6 جنود في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 47 حصيلة العسكريين الذين سقطوا في المعارك الدائرة مع حزب الله منذ بدء الهجوم البري على الأراضي اللبنانية، وهي أعلى حصيلة من القتلى يتكبدها الجيش الإسرائيلي في مواجهة واحدة منذ بدء العمليات البرية في جنوب لبنان.
استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث تعهد بانتقال سلس للسلطة. السيد الرئيس المنتخب والرئيس السابق دونالد، تهانينا، نتطلع كما قلنا إلى انتقال سلس للسلطة. سنفعل كل ما في وسعنا لتلبية احتياجاتك، وسنحصل على فرصة للتحدث عن بعض تدابير ذلك اليوم. مرحبا بك، مرحبا بك مرة أخرى. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن انتقال السلطة سيتم بسلاسة. شكرا جزيلا لك. السياسة صعبة، وفي كثير من الحالات ليست عالما لطيفا للغاية، لكنه عالم لطيف اليوم، وأنا أقدر ذلك كثيرا، وهو انتقال سلس للسلطة للغاية، وسيكون سلسا قدر الإمكان، وأنا أقدر ذلك كثيرا. شكرا لك. برداء المنتصر وزهوه، عاد دونالد ترامب إلى واشنطن للمرة الأولى منذ الفوز الذي حققه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث التقى الرئيس المنتهي ولايته جو بايدن متعهدا بانتقال سلس للسلطة. وقبيل اللقاء تواترت التقارير عن ترشيحات ترامب لإدارته، فقد اختار مقربين منه لشغل مناصب رئيسية، إذ اختار أحد الصقور المتشددين حيال الصين مايك والتز مستشارا للأمن القومي. وبعد اختيار ثلاثة من المقربين منه في الأمم المتحدة والبيئة والهجرة، من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب تعيين سيناتور فلوريدا النافذ ماركو روبيو وزيرا للخارجية، وسيكون روبيو ووالتز من مهندسي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الولاية الثانية لترامب، الذي كان قد وعد خلال حملته بوضع حد للحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتجنب أي انخراط عسكري جديد في نزاعات مسلحة. كذلك أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب اختيار مايك هاكابي سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل، وجون راتكليف لرئاسة الاستخبارات المركزية، وبيتر هيكسيت وزيرا للدفاع. وبعيدا عن الشق الدبلوماسي، اختار كريستي نويم على رأس وزارة الأمن الداخلي المكلفة بحماية الجمارك وحراسة الحدود. هذا ومن المرجح أن يتمتع الرئيس 47 للولايات المتحدة بسلطات كاملة في واشنطن، فقد فاز حزبه بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ما يمنح الجمهوريين سلطات واسعة لفرض سياسات، منها خفض الضرائب والإنفاق ووضع ضوابط لتأمين الحدود. ويرى مراقبون أن الأغلبية الجمهورية في مجلسي الكونغرس ستسهم في تنفيذ سياسات الرئيس المنتخب عند عودته للبيت الأبيض في يناير المقبل. وبمعزل عن دورهم التشريعي، يلعب المجلسان دورا مهما على صعيد السياسة الخارجية والدفاع والرسوم الجمركية وفي مجال المساعدة الدولية. ومن صلاحيتهما أيضا ممارسة الرقابة والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية. يعقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي عددا من اللقاءات على مدار اليوم، حيث سيلتقي بالسيد رمطان العمامرة المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان، يعقبها لقاء مع وزير خارجية جنوب أفريقيا. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قصر التحرير الزميلة أمل صبري. أمل، مرحبا بك. لو تضعين لو في أو هناك تفصيلات جديدة فيما يخص هذا الشأن الذي ذكرناه في الخبر. التحية لك ولكل مشاهدينا الكرام. يمكن نشاط مكثف بتشهده وزارة الخارجية، ومن خلال متابعتنا لا يمر يوم إلا أن يكون هناك العديد من اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها معالي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي. اليوم يستهل معالي الوزير لقاءاته بلقاء مهم ستنطلق فعاليته بعد دقائق قليلة، حيث يستقبل السيد رمضان العمامرة الممثل الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان، حيث يناقش الجانبان الجهود والمساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر لدعم الأشقاء في الأراضي السودانية. عقب هذا اللقاء سيستقبل معالي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، سيستقبل السيد معالي وزير خارجية جنوب أفريقيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
سيعقد الجانبان جلسة مباحثات منفردة بيعقبها جلسة مباحثات موسعة، ثم سيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا. بتأتي هذه اللقاءات عقب جولة أو زيارة مكوكية قام بها معالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وكما تابعناها من خلال شاشة النيل للأخبار على مدار أمس، حيث ذهب على متن طائرة لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في الأراضي اللبنانية، والتقى خلال هذه الزيارة بعدد كبير من كبار المسؤولين داخل بيروت. وخلال عودته لأرض الوطن أتى معه أو اصطحب معه عدد كبير من المصريين العالقين، يمكن وصل عددهم لنحو 200 مصري وذويهم وإعادتهم إلى أرض الوطن. وده طبعا بيعكس اهتمام القيادة السياسية بسلامة وأمن المصريين في كل أنحاء العالم، خاصة في الأماكن التي تشهد توترات. يعني ما زال اليوم في بدايته، وسوف نوفيكم بأدق تفاصيله من خلال لقاءاتنا أو نشرتنا الإخبارية بإذن الله. شكرا لك يا زميلة أمل صبري، كنت معنا مباشرة من قصر التحرير. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة وإعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم. لتعزيز الربط العربي في النقل رغم التحديات الجيوسياسية، عقدت فعاليات اجتماع وزراء النقل العربي في الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الأسكندرية برئاسة فلسطين. وسائل النقل هي شرايين الحياة، هي شرايين التنمية، هي شرايين الربط وجسور التواصل والربط بين الدول العربية وبين بعضها. احنا كمصر، لو انت بتتكلمي على مصر وربطها بمحيطها الإقليمي، احنا وبنمد الشرايين دي الى اقصى الشرق العربي واقصى الغرب العربي. احنا عندنا تعاون كبير جدا بين كل دول الخليج وخاصه دوله الامارات الشقيقه، سواء مواني دبي او مواني ابو ظبي في النقل البحري ومحطات التشغيل وتداول الحاويات. عندنا ربط مع الشقيقه المملكه العربيه السعوديه، عندنا ربط مع الاردن والعراق. تم مناقشة أهمية قطاع النقل كعنصر حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نتائج هذه الاجتماعات وبرضو سلاسل النقل الذكية والاستخدام الذكاء الاصطناعي، كل دي كانت محاور، والسلامة المرورية والحمولات، كل دي تسهيلات أصحاب المعالي النهاردة بينظروا فيها وبيتفقوا عليها عشان خاطر فعلا تكون التجارة أكثر تدفقا ما بين الدول العربية وبعضها البعض، وإيجاد طرق بديلة لمواجهة ما يحدث حولنا من تحديات زي ما احنا كلنا شايفينها. أعلن وزير النقل الفلسطيني عن تضامن ودعم الحكومات العربية للشعب الفلسطيني وخطة شاملة بعد انتهاء الحرب تتكون من 3 مراحل: الإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى دعم الدول العربية ووعيها بالمسؤولية المشتركة تجاه القضية الفلسطينية. بنود عدة مطروحة على طاولة مناقشات اجتماعات وزراء النقل العرب تسهم في زيادة التعاون بين الدول العربية في مجال النقل، والذي يعد من أهم الركائز الاقتصادية لدعم اقتصادات الدول العربية. منذر أبودوح، أني الأخبار. انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي لقمة الابتكار في الرعاية الصحية الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. أكثر من 3000 من رسام السياسات الصحية والمبتكرين ورواد الأعمال والباحثين شاركوا في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية في دورته 7، وهو إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بمشاركة منظمة الصحة العالمية. جاءوا لاستكشاف حلول مبتكرة لبعض التحديات الصحية الأشد إلحاحا في العالم، ومنها حماية الصحة من الصراعات المسلحة بدول الإقليم. أنقل تحيات الشعب الفلسطيني من فخامة الرئيس دولة رئيس الوزراء وكل طفل وكل إنسان إلى كل ما تقدمه مصر من عون وحماية ومساندة للشعب الفلسطيني. يجب أن تضع أن تحقيق حقوق الإنسان هي أولوية قصوى، وأن لا دولة فوق القانون. لحتى الآن إسرائيل تتصرف أنها دولة فوق القانون، وأعتقد أنها
هذه القمة يجب أن تسلط الدور على الدور العالمي الذي يجب أن لا يكيل بمكيالين. الصحة من منظور إنساني، ونجد نتكلم عن الصراعات والمساواة والمرونة المطلوبة في المنطقة في ظل هذه الصراعات. دولة قطر دائما تهتم في المنظور الإنساني لحماية الأنظمة الصحية، واليوم سنتكلم كثير عن دعم الأنظمة الصحية لكي لا تكون هشة وتحمي شعبها، لأن هم الأمل في العموم على دولهم. هل أصبح السودان حربا منسية مع انهيار الأنظمة الصحية؟ كانت واحدة من الندوات المهمة خلال مؤتمر قمة الابتكار، والذي حظي بالعديد من التوصيات من شأنها النهوض بالرعاية الصحية لدى الشعب السوداني. ما نشاهد في مواقع أخرى لعكسها في الإعلام أكبر مما هو في السودان، فنحن نأمل أن وصاية الإعلام تنداح للسودان وتعكس ما هو موجود بشكل أكبر حتى نعكس الصورة الحقيقية للعالم كله. الاستثمار في صحة النساء مع معركة الرعاية ضد السرطانات واحدة من الندوات المهمة، والتي أكدت على دور المشاركة المجتمعية مع الحكومات في توفير الرعاية الصحية والوقائية كاستثمار حقيقي في رعاية المرأة صحيا واجتماعيا. يعني خلال 2022 كان في حوالي 150 ألف حالة سرطان ثدي مشخصة، والوفيات منها كانت حوالي 53 ألف حالة، فعدد كبير فعلا، وبالتالي ده بيحتاج تدخل مننا. والحاجة الجميلة إنه الإقليم فيه تدخلات بدت، يعني كثير من الدول بدأت تطعم الفتيات من سرطان عنق الرحم. كما يتنافس المبتكرون الشباب لعرض أفكارهم الرائدة بإيجاد حلول إبداعية مبتكرة لمواجهة التحديات الصحية الكبرى وتحويلها لواقع ملموس. تم ترشيح 12 مبتكر راح إن شاء الله يعرضون مشاريعهم في منصة الابتكار، وراح إن شاء الله يتأهل منهم الفائزين ويتم تكريمهم غدا إن شاء الله بالجائزة. وهذه الابتكارات كلها معنية بالعرض الحلول الصحية في الرعاية الصحية وتسهيل مثلا الرعاية الصحية، وأيضا كيفية مواجهة مثلا التحديات الصحية في العالم. حظي مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية بالدوحة بزخم كبير للعديد من القضايا الملحة، منها حماية الصحة من النزاعات المسلحة وما نتج عنه من أمراض وبائية واستثنائية، والمشاركة المجتمعية في الرعاية الصحية، وعروض الشباب من المبتكرين. موضوعات مهمة ستعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بدول الإقليم. محمد حلمي، النيل الأخبار. إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. شهداء وجرحى جراء تواصل القصف الوحشي الإسرائيلي على غزة، وأبو الغيط يطالب في رسالة بلينكين وبوريل بالتدخل بقوة لإنقاذ أونروا من مخاطر تقويض عملها بفلسطين. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار إسرائيلي لسكان المنطقة بالإخلاء. بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض ويتعهد بانتقال سلس للسلطة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.